يعني كان اليوم الاحتفال مهيب صراحة، فرد دعم كبير لمدينة الموصل، تنصيب مطران من 4 سنين معكم، وهذا يكون دعم لكل أهالي الموصل وهو متمكن، وأيضا راح يساعد يجيب وفود يمكن يقدر يحصل أيضا أموال من أجل إعمار المدينة. على أهل الموصل أن يتحدوا، وماكو مستقبل بالفكر المتطرف، احترام الآخر على خصوصيته مثل ما هو، هذا العيش المشترك. 14 قرن عشنا مع بعضنا، لازم نرجع نعيش أكثر وأكثر محبة ومتحدين إلى الأبد من أجل الموصل. احتفلت اليوم أبراشية الموصل والعقرة بتنصيب المطران الجديد في الموصل، وكان الاستقبال الثاني في بلدة كرمليس اللي أيضا تتبع هذه الأبراشية. أكيد اليوم الفرحة كبيرة وكل الجهود المبذولة من أجل الإعمار والعودة اتكللت، لأن وجود أسقف يعني اكتمال الرأس الهرمي، اكتمال التركيبة الاجتماعية الكنسية، وإن شاء الله تكون حتى المدنية تكتمل بكل شيء.